لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من الرياض الأستاذ صبحي شبانة، مدير مكتب جريدة روز اليوسف. أستاذ صبحي، برحب بحضرتك. أهلا بك يا فندم، أهلا وأهلا وسهلا بك أستاذ في صبحي. مصر وحول العالم. تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا استاذ صبحي. طلعنا على على التفاصيل الخاصه باستمرار فرض حظر التجوال من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وربما ايضا كان بعض المدن مثل المدينه المنوره ومكه المكرمه كان فيها حظر كامل حتى فتره قريبه. طلعنا على التطورات استاذ صبحي بشكل عام. هو يعني المملكه العربيه السعوديه فرض حظر تجول كامل وجزئي في بعض المناطق، نعم كامل في المدن الكبيره، المناطق الكبيره 11 منطقه فيها حظر كلي كامل، وال 13 فيها حظر جزئي بيبدا من الساعه 3 عصرا الى 6 صباحا. اما الرياض هي العاصمه وبعض المدن الكبيره الهفوف، جده، مكه، المدينه، ففيها حظر كلي كامل لمده 24 ساعه، بيسمح لبعض الفئات الخاصه طبعا التنقل بتصاريح يعني مسبقه من اداره الجوازات، وايضا يعني بيسمح في فتره من الساعه 6 صباحا حتى 6 عصرا لبعض يعني في نطاق ضيق جدا للمواطنين فراده للحصول على يعني للذهاب الى السوبر ماركت، الى التموينات، ولكن في اطار الحي، ومن يخرج عن إطار الحي يتم يعني يأخذ غرامة كبيرة جدا، وده بيتم من خلال العنوان الوطني اللي هو موجود على موقع أبشر لكل السعوديين. اللي أنا عايز أقوله أن السعودية، أن المملكة العربية السعودية رغم الإجراءات الحاسمة والحازمة، وهي حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول أنها بتعتمد سياسة التمنيع، التوزيع والتمنيع وتخفيض نسبة الإصابات بشكل كبير، إلا أنه في الثلاث أيام الأخيرة معدلات الإصابة بتزيد ولكنها قليلة جدا. يعني أستطيع أن أنا أقول أن 4033 إصابة في السعودية اللي هي تم تسجيلها حتى هذه اللحظة، منها 1000 في الثلاث أيام الماضية، يعني هذا مؤشر أن المملكة العربية السعودية يعني اعتقد في مرحله البيك اللي هي اعلى النقطه الحرجه، اللي هي اعلى نقطه ممكن. وانا اتخيل ان القرار اللي اصدره الملك سلمان بن عبد العزيز امس يعني في اشاره واضحه الى انه يعني ان تمديد القرار حتى اشعار اخر، لكنه قال ضمنيا طبقا للمؤشرات والارقام، يعني اذا تحسنت الارقام اعتقد انه ممكن يكون هناك كلام اخر. وانا اتوقع ان المملكه العربيه ان السعوديه في الفتره يعني الاسبوع المقبل سوف تشهد انفراجه كبيره جدا، خصوصا ان هناك يعني حمله شاملة بين المواطنين والمقيمين ان هم إن عايزين نوصل للحالة صفر يوم 20 ابريل، يعني الاسبوع المقبل. انا اعتقد هناك يعني توعية كاملة جدا، وهناك التزام وانضباط كامل من المواطنين والمقيمين، يعني لا تزال الامور تحت السيطرة، السلطات السعودية بتاخذ كل الاجراءات الاحترازية طبقا لقرارات منظمة الصحة العالمية، ايضا هناك الاعمال تقريبا معظمها يعني شبه متوقفه على مستوى القطاع الخاص او حتى على مستوى القطاع الحكومي. يعني طبيعي ده لازم يحصل في السعوديه لانها دوله بها عدد كبير جدا من الجنسيات، بها اعداد كبيره جدا من المقيمين او الاجانب، بها يعني فيها حركه سفر وحركه تجاره نشطه جدا، لكنها طبعا كل هذا طيب توقف في الفتره الاخيره. على صعيد الجاليه المصريه، طب اتفضل اتفضل اتفضل. على صعيد الجاليه المصريه، طبعا انت تعلم ان الجاليه المصريه هي جاليه كبيره موجوده في المملكه، نعم. وهي جاليه تتسم بمستويات تعليميه مرتفعه بمستوى انضباطي عالي جدا طبعا، يعني برضو وبكل اسف وتم يعني حتى هذه اللحظه توفى 3 من المصريين في السعوديه بسبب كورونا، ويعني ودي برضو انا اعتقد انها يعني حاجه ومما يدعو للاسف، لكنها نسبه قليله جدا مقارنه باعداد الجاليه. السلطات المصريه سواء في الموجوده في الرياض او الجده، سواء السفاره او القنصليه في الرياض وفي جده، او حتى سلطات مصر للطيران، كلها حقيقه بتتابع الوضع بشكل يعني بشكل حسيس طيب. وبشكل مستمر. نعم. مدى قبول الإخوة في السعودية المواطنين لهذه الإجراءات، وهل متقبلين صرامة هذه الإجراءات ومتجاوبين معها، أم هناك بعض المشكلات تحدث ما بين حين وآخر لعدم يعني شدة هذه الإجراءات ربما البعض يريد أن يخرج عليها يعني؟ لا يعني انا يعني تستطيع ان نقول يعني ان نقول ان هناك انضباط تام، هناك بعض التصرفات الشاذه ولكنها فرديه جدا، ولكن السلطات السعوديه هنا حقيقه بتتسم بالحزم الشديد
وبتطبيق القانون بصرامة شديدة، فبالتالي لا تستطيع أن تقول أن هناك ظاهرة. هناك حالات فردية، يعني حالات فردية بسيطة ومحدودة جدا جدا، لا يمكن يعني ممكن تعد ترصدها تعد على أصابع اليد الواحدة على مستوى المملكة. طيب. المملكة العربية السعودية بتتسم بالضباط والالتزام والقوانين الصارمة، وخصوصا أن الجاليات كثيرة والأجانب، فبالتالي هناك التزام كامل بالقانون. طيب أستاذ هناك صبحي، التزام كامل. عايز أشير إلى أن وزير ضياء الشؤون الإسلامية أمس قال أن التراويح ليست واجبة. أيوة بالضبط كده يا أستاذ صبحي. أن يصلوا النقطة الخاصة بالصلوات، وربما البعض يتساءل أيضا هل ربما يعني تلوح في الأفق يعني انفراجة ولو بسيطة بالنسبة للحرمين الشريفين حتى في صلاة التراويح بشكل عام، هل في أي بوادر أو حديث تدور في هذا الشأن، ولا الإغلاق التام وعدم وجود صلوات للتراويح كما صرح البعض في هذا الشأن؟ لا، يعني وزير الدولة للشؤون الإسلامية آل الشيخ أمس حسم هذا الأمر في حوار على قناة MBC، وقال إن التراويح هي سنة وليست فرض، وهي جائزة وأكثر، يعني هي أفضل أن تصلى في البيوت، وقال إن إذا كنا قد أغلقنا الحرمين وأغلقنا المساجد حفاظا على صحة الناس وإن يعني حفاظا على وقوع الضرر، فالأولى أن تكون التراويح لا صوت يعلو فوق صوت رجال الدين في المملكة، لأنها لا أحد يزايد عليها، لأنها هي المملكة العربية السعودية، هي القبلة المسلمين، بها مكة والمدينة وبها رجال الدين معروفين ومشهود لهم يعني بأنهم يعني أكثر حرصا على سلامة الدين وسلامة الناس أيضا. يعني السلطات السعودية تراعي هذا أن يكون الأمور كلها تمشي تسير في نسق واحد، صحة المواطنين وأداء فروضهم الدينية. المساجد مغلقة، الحرمين كما ترى سواء في مكة والمدينة فارغة تماما، فالأولى بالناس أن يصلوا في بيوتهم وأن يصلوا التراويح، والأولى أكثر أن يصلوا التراويح في منازلهم، وهذا حتى يعني المحبس في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في منزله، وهذا طبعا معروف دينيا. أنا أرى أن هناك المسلمين في الشرق او في الغرب، سواء في المملكه او في مصر او حتى في الهند او الصين، فكلها بتصب يعني الدين جاء لصالح الناس. لكن برضو عايز اشير الى شيء ما يا فندم، وهذا يصب لابد للناس ان تنضبط، لابد للناس ان تبقى في بيوتها، لان الوضع الصحي هناك وضع اخطر، هو وضع اقتصادي خصوصا كما قلت في يعني اما ليس امام العالم خيار الا الموت جوعا او الموت بكورونا. الموت بكورونا محتمل، لكن الموت وقوعا مؤكد، لابد لكي تنتهي هذه الأزمة، لكي نستطيع أن نسيطر عليها، لكي نقضي على هذا الوباء، لابد أن نبقى في بيوتنا. ده صحيح، يعني هو الحل الأمثل. إذا فرغت الحل الأمثل طبعا أستاذ صبحي هو البقاء في المنازل، والجميع يعني إذا فرغت الشوارع من البيوت. صحيح صحيح، يعني إذا فرغت الشوارع من البيوت لمدة أسبوع واحد، أنا يعني مؤكد أنه سوف تنقطع السلسلة بين العدوى والإصابة، بين العدوى، وسوف ينتهي الوباء. يعني هو هذا هو الحل الوحيد، صحيح. أشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة الوافية، الأستاذ صبحي شبانة مدير مكتب رازي اليوسف، محدثنا من الرياض عن الإجراءات فيها، شكرا جزيلا لك.